حضرتك صاحب المحل ده؟ ايوه خير، في ايه؟ يرضيك اللي بيعملوا صبيانك دول؟ ايه صبياني دول؟ انت داخل على ورشه حضرتك؟ ده بيقول لك صبيانك، هو انت داخل على ورشه؟ يا استاذ انا من مكتب عضو مجلس الشعب، سيد بيه تحت القبه. قبه سيد بيه تحت القبه. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا حضرتك. طبعا يعني انا عارفه جدا، ده انا انتخبته كمان بنفسي والله. تحت امرك يا فندم. يرضيك؟ يرضيك يغشوا السندوتشات؟ يغشوا السندوتشات؟ لا طبعا ما يرضنيش حضرتك. ازاي الكلام الفارغ ده؟ مين في دول اللي عمل لك السندوتشات حضرتك؟ هيبه هو اللي عمل السندوتشات. لا بقى، انا اللي عملت السندوتشات وحاطط في كل سندوتش قرصين طعميه. هو قرص واحد. سيد بيه اول ما شاف السندوتشات كان هيتجنن وقلب الدنيا، ده كان عايز يجي بنفسه. يجي بنفسه فين حضرتك؟ يعني الغلط مردود حضرتك يعني، والسندوتشات تتعمل من اول وجديد؟ طقم سندوتشات على حساب المحل، ولا اعمل طقم سندوتشات من كل الاصناف بسرعه على حساب المحل. ايه انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. حضرتك ذوق جدا جدا. الحق اكلم بس سيد بيه عشان هيجي على هنا. لا لا يجي فين؟ الحق اكلمه اقول له ما يجيش يعني. خلاص. الو يا سعادة الباشا. لا لا لا، صاحب المطعم راجل ذوق جدا. ايه يا باشا حضرتك جاي على هنا؟ خرب بيتك انت وهو، هتقلبوا علينا مجلس الشعب. ايوه يا باشا هو الشارع. امشي على طول. ايه؟ الو الو، الموبايل فصل شحن. موبايل 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 بسرعه. اهو ربنا يستر. بسرعه موبايل. ربنا يستر. الو. ايوه يا باشا. أيوة. انت جيت هنا؟ انا خارج لك اهو قدام المحل، خارج لك اهو. منك لله انت وهو، قفلتولنا المحل خلاص؟ والله يا استاذ انا ما غشيت. ممكن الولا ميزو هو بيلف السندوتشات يكون شال من كل شقه قرص. انا عمري ما غشيت في حياتي. يا سلام، عمرك ما غشيت في حياتك ولا حتى ايام الامتحانات؟ ما هو البرشام ما بتحسبش غش. البرشام صدق دي فكره كويسه قوي لسناء. سناء؟ سناء مين؟ احنا نقعد نرغي وسايبين سيد بيه اللي جاي دلوقتي؟ يلا بسرعه بسرعه نستقبله. سيب اللي في ايدك، سيب اللي في ايدك بسرعه بسرعه بسرعه. يا اهلا وسهلا يا سيد بيه. اهلا وسهلا، شرفت يا سيد بيه. اهلا اهلا يا سيد بيه. سيد بيه ايه ده؟ ده سيد بيه مش موجود. سيبك من ده. هتقول سيد بيه مش موجود؟ لا، الموبايل اللي مش موجود. ايه ده؟ يعني عملت كله عشان ياخد الموبايل؟ الحق يلا انت وهو الحق.